انو بورصه، هذول كانوا بورصهون، الاجهزه تبعهم كانت في الحمامات وورا ظهورهم وكل واحد يلعب على كيفه. انت متفق مع هذا الموضوع انه انهم يعني ما كانوا مرتبطين بالبورصه العالميه نهائيا؟ نهائيا هذول مرتبطين باكم من حرامي موجودين عندنا هيك ببعطوهم يا رجل. لا تخلناش نفضح في ادله على هاي التفاصيل يا رجل، اكثر من هيك كتب رسميه اجوا اقرا لك. بدك ادله يعني انه الماركت ميكر حسب ما كان الماركت ميكرز هي شركات لم تقوم بعملها كشركات بورصة حقيقية في الأردن. هي كانت عبارة عن يا رجل مين بيمتلكها ومين بيغطيها؟ بيغطيها الأغوات يا رجل. هذا خطير الأغوات. نعم الخطير. شو خطير إذا مظلش في البلد؟ خطير كله بده ينكشف يا رجل. مصاري بدها ترجع غصب عن الحكومة. إيه مش سهل يعني، لانه في تحذير على انه مثل ما حكى الخطاطبه الاخ الخطاطبه ايوه انه اعتصامات وما اعتصامات يا رجل. انا اتهم من قبل المتضررين على اني انا بلطجي وانا يعني لست مع حقوق الناس، بينما الحراكيين بيطالبوا بالشارع حقوق الناس. انا بدي اقول للناس انه انا حراكي بطالب بحقوق الناس معك. وانا مانع الناس. انا بتفق معك في افكار كثير على فكره. ثواني انا هاي نقاط برضو حتى نكون يعني هو هذا البرنامج لخدمه متضرري البورصه وخدمه المواطن. ايضا هنالك الاصل ان يكون اليات واضحه اقدم من خلالها حلول يكونوا جميع المتضررين بالبورصه بصورتها. نعم. يعني في كثير ناس مش بصوره المعايير. نعم. سيد العزيز والله دقيقه اخي سيد العزيز معلش بس اكمل فكرته عشان يضل حتى ما نشتت. نحن امام خيارات متعدده والشارع ما بيستجريش المسؤول ينزل عليه، احنا اللي بننزل عليه. شارع لنا والاردن لنا واحنا اللي بنيناه. معاي انت؟ جميل. واي مسؤول اي نائب اجى ابصر بايش بالتزوير اجى ببصر يعني اي مسؤول بده يجي يطلع علينا بطل له قيمه يا رجل. ما قلت لك هذول البطلين بس له النظارات، لانه بدون نظارات انا بشوفك انت بشكل حقيقي انت ابن الوطن وابن البلد. بس اكمل يا سيدي. كمل يا سيدي. عندما اقاطع تذهب الفكره. اللي بدي اقول لك اياه يا سيدي، خيارات مطروحه امامنا بالنسبه للاعتصامات والى اخره. بالله عليك كسر لو كان شخص امريكي بخاطب وبناشد اي مسؤول غير امريكي والله لا تنهز امريكا يا رجل كامله. احنا من خلال هذه القناه خاطبنا بانكي مون يا رجل يعني، وفي احد الاشخاص كمان طلع في احد الحلقات بخاطب جلاله الملك السعوديه شو اسمه احنا يا سيدي ما بصيرش، ما هو احراج لهالناس الموجودين هون. اللي بدي اقول لك اياه يا سيدي العزيز، عندما نكون امام نيابه عامه في إدارة سابقة وإدارة حالية، وعندما نكون أمام هيئة مدنية، هذا مجتهد على الحل وهذا مجتهد على الحل على أساس غير صحيح وغير واقعي، احنا بننتظر منهم على أمل تحريك شيء. بدي أقول لك شغلة يا سيدي، عطوفة النائب العام العسكري الجديد يعني بصراحة يعني رجل فاضل، ويعني ننحني أمامه هذا الشخص. له رؤية بالنسبة للحل. طيب يا دولة عبد الله نسور، الحاج عبد الله نسور راس مالها ورقه حقها قرشين بتكلفك من الخزينه لحتى تحل مش متضرري البورصات، خاطب محكمه امن الدوله بانه اعاده التحقيق في القضيه او اعاده تحريكها من مكانها قرشين، واذا انه الحكومه بتقدرش تدفع هالقرشين هذا هني مني يعني. يا اخي مقصرين مش صعب يعني، هو عبارة عن قرار وزاري بما إنها هي التي هي صاحبة السلطة وصاحبة الولاية على المحكمة على المحكمة العسكرية، كونها مشكلة من قبل الحكومة بورقة حقها قرشين تخاطب النائب العام العسكري بتصويب الأوضاع بقضية البورصة. لديه رؤية وعارف إنه في هناك في خلل، وعارف إنه هناك أخطاء، وعارف إنه في مصاري قاعدة تهدر، وعارف إنه في حجوزات قاعدة ترفع وتهرب الأموال، وعارف في شغلات كثيرة، لكن يريد صلاحيات من دولة الحاج عبد الله نسور بورقة حقها قرشين إلى نيابة أمن الدولة تحقيق تغيير القضية من مكانها بأي شكل من الأشكال. يا دولة عبد الله نسور بتنحل القضية يا سيدي العزيز. بالنسبة للهيئة المدنية، الهيئة المدنية تحترم ومجتهدين واللي جاي عندهم قاصينه، ولكن بالفترة الأخيرة أجوا قالوا لها المسجونين طب ما احنا ساجين ومش محصلين منهم شيء. مع العلم كيف بتشوف خروجهم؟ انا بشوف خروجهم بصراحه هذه انا يعني بتحفظ عليها، انه انا اتمنى انه ما تم هذا الخروج، لانه بالسجن مش جايب لك مصاري. طلعوا برا وصاروا يشتروا اراضي وهربوا بالاموال، ولدي ادله وبراهين بان من خرجوا من السجن هربوا اموال هي اصلا في الاصل حقوق للمتضررين. فاجتهدت النيابه العامه في المحكمه المدنيه في 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 محكمة أمن الدولة على إنه يحركوا القضية من مكانها، مع العلم
في كل احترام شديد إلى الهيئة المدنية في المحكمة أمن الدولة بأنها تسير في طريق مسدود، لأنه نسبة القضايا اللي احنا بنشوفها والله بمر عندهم على المكتب يا رجل انه اضابير يا رجل طال على السقف للسماء. بس بدي اقول لك شغله، القضيه لا تحل بهذه الصوره، لانه اصلا المحول لكم كمجرمين ليسوا بالحجم المطلوب بالمجرمين الحقيقيين بقضيه البورصه. بالنسبه للي طلعوا، يا يعني خلينا خاطب الهيئه المدنيه، بالنسبه للي طلعوا قسم منهم له 4-5 جلسات ما جلسش في المحكمة، ثالث منها والله مسمي حاله، واحد منهم مسمي حاله على صفحة الفيسبوك الملك. نعم هو ملك اللي ضحك على الحكومة وأخذ مصاري الشعب قدامها، نعم بطلع يسمي حاله ملك وبتحدى، وهي الأجهزة الأمنية تتابع صفحته، وإذا بدكم بعطيكم اسمه بتتابعوها كاتب الملك. نعم هو ملك النصب والاحتيال يا دولة الرئيس. وكم ملك عندنا يا سيدي؟ معلش بالله احكي لك شغله، تقارير الخبره حكيت لك عنها مختصر مفيد اللي بطلب منه الاستاذ بشير، مع العلم انه من المفترض انه يكون في عده خبراء وعده تقارير تعطى الى كل مواطن، تفضل هذا تقرير حقك تعترض، بس ما فيش تعترض. والله في نيابه امن الدوله اقسم لي واحد وهيو من جرش زعبي انه عملوا له الورقه هيك في النيابه العامه ووقع هون، قالوا لهم على ايش اوقع؟ قالوا وقع مشان تطلع من السجن، لما رفع الورقه ولا هو 3 مليون. لمين راحت يا دولة الحاج عبد الله نسور؟ يا رجل أنا بقترح شغلي واحدة، إنه يكون رمي الجمار إلى إبليس عندنا في الأردن. حتى أستاذ بشير سؤال لك الآن، هل هنالك خوف من خروج الأشخاص اللي تم تكفيلهم وخروجهم من السجن لتصويب أوضاعهم؟ هل هنالك خوف على من ساهموا عندهم من فقدان كل أموالهم مثلا؟ سيدي لا يوجد خوف للسبب الأول، الأموال محجوزة لدى نيابة أمن الدولة. جميل. واحد في ضمانات في منع سفر، في تفاصيل منع، أول شيء منع السفر ما نزال عن أي شخص باللي طلعوا. واحد فرض كفالات في تتبع أيضا، هاي نقطة مهمة، فرض كفالات عالية، بعض الإجراءات لا أستطيع التحدث عنها بالتلفزيون. جميل. على أنه الهيئة المدنية تحتاط بشكل أكثر من دقيق ولديها إجراءات، وبعد البرنامج يعني بقول لك عادي تحتاط. لكن السؤال يعني حتى أنا أقترح أنك أنت تضغط ويقول خلال البرنامج وليس بعد البرنامج، هو يعرف أنه في ناس بالنسبة مع احترامنا للهيئة المدنية أنهم نفذوا لحد الآن بعدهم ما بيجلسوا. يا أستاذ بشير خلك على هوا. أستاذ بشير النقاط هاي اللي فيها تتبع، هل فعلا أنت يعني مطلع على الموضوع؟ في رقابة حقيقية في تتبع لهم؟ واللي تأخروا اللي ما جلسوا شو الإجراء كان في حقهم؟ أنا بحضر جلسات وبث مباشر، والمرة اللي فاتت الأخ نضار حضر معنا عمم عليه وصادر الكفالة فورا، عمم عليه يعني ممكن يجلب ويودع السجن من جد، يعني مش الموضوع طلعته دقيقة بالله هذا هي أحكي لك شغلة، الخيارات صعبة جدا أمام الهيئة المدنية، فلذلك هي ما اجتهدت على الطلعة من باب أنه في عندها خيارات أخرى. لو حدا جاب لها مصاري وأودع تعمل كشف متضررين وبتصرف وبتقول له روح مع كف الطلب ووقف الملاحقة، لكن صار اعتقاد، وهذا الكلام لازم تدقق عليه، صار اعتقاد لدى القضاء العسكري كجهاز مش شخص، بأنه هذا صار له متمترس خلف القضبان 5 سنوات. وصلناك لمرحلة بنقول لك طب أنت إذا عندك مصاري بكيش تعطيني إياها، أنا روح أعطيها للمتضررين جماعتك، احنا بدنا نطلعك واعطيها لهم دغري وجيب لي منهم مخالصات. فلذلك هو كان رهان الهيئة المدنية على إجراء المخالصات، لكن الهيئة المدنية الآن مطلعة على ظروف كل شركة، والآن هي بصدد تقييم، مش يعني اليوم أو بكرة، يعني هي بصدد أنه تقييم الفترة برمتها، وزي ما طلعت بسهولة شديدة هي راح ترجع بسهولة شديدة، وما عندها يعني ما عندها مشكلة بالقانون أنه ترجع. ولكن فترة السماح كم؟ فترة السماح يعني هي كلها معظمها شهر وشوية، ولكن إذا كان في عمل كويس بعطوا تمديد بناء على أنه في عمل، لكن الهيئة بتقول لك أنه أقله أنا كسبت من الجميع حصر المديونية. أوقفت الحديث اللي بيقول لك أنت بتقول علي 10 مليون وأنا علي 1 مليون، أنت بتقول علي 20 وأنا بقول لك 6، تطلع وجيب لي يثبت لي قديش عليك. لكن لازم يعني حتى نشيل هالفلتر والمكياج مشان ما نتوش كثير بالحكي، هي أصلا البورصة أستاذ عرفات هي بالأصل مش بورصة، الأصل في مال مشبوه يتحرك
من خارج الأردن إلى الأردن. وهذا المال تحرك ما بين 2007 و 2008. وإذا رجعت إلى الأردن ولا من الأردن لا إلى خارج الأردن، حركة عكسية. حركة عكسية. فغالبا إذا بدك توجد جو لغسيل الأموال لازم توجد شركات شبه وهمية من جهة، اثنين لا تمتلك نظام محاسبي متكامل ولا تمتلك نظام رقابي متكامل وتعتمد على ناس غرائزيين بالإدارة. هذا هون بذكرني بنضال قبل شوي أنه هو بيأكد أنها شركات أيضا فعلا وهمية قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال. فلذلك مشان أنا بدي أضبط لك الشغل مشان الكل يأخذ حقه، برضو أنا وكيل بعض الشركات وهي الشركات أنا معاه بمحاكمة عادلة ومعاه بما ظلم وضده بما ظلم. نعم. هذا مشان يكون الحديث واضح. فهاي الشركة لا نظام رقابي ولا نظام محاسبي وإدارة غرائزية. يعني القلم عدوها والورق عدوته، إذا باع واشترى بيعتمد على الرهن، الرهن بيرتب حقوق للغير. فلذلك لاحظ الآن أراضي الورثة كلها فيها وكالات. الوكالات انتهت، رجعت لأصحابها، بترفع بثمن المسمى بالوكالة. إذا العقل اللي أنتج هاي القصة هو ما أنتجها تني أجن وياك نقول بدقيقتين وورقة حق قرشين من الحل، لا هو عرف يحط لك مشكلة لن تخرج، قضية كبيرة فيها شبه مغامرة يعني. ولن تخرج منها قانونا إلا إذا لن يتصدى صاحب الولاية ويتودى صاحب القرار. يعني صاحب القرار إذا تصدى نعم بيقدر يعيد التحقيق ونعم بيقدر يجلب أشخاص بالسجن، ولكن لو سألتك أنا سؤال بسيط وأبسط من بسيط، واحد كان مستفيد من هذا الجو، أكل واللي تحت منه أكل 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 كلهم أكلوا وتشاركوا، طيب هذا كيف يصدر لك قانون لتتبع الأموال؟ يعني هو متورط، يعني يصدر قانون يتبع حاله؟ طيب جميل جميل. آخر نقطة، أصحابين الشركات أصحابين الشركات، والله أنا بسأل حالي سؤال مش على التلفزيون ولا مع الأخ نضال ولا بالمحاكمات، بينك وبين نفسك، بيني وبين نفسي، إنه مين الجهة اللي قدرت تختارهم على هاي المسطرة؟ والله إنهم يتسموا بالبساطة ومنهم يتسم بالهبل. معايته؟ وأنا مع أنه بالعلم يعني ما ببيح لك سر إذا قلت لك كلهم بيحبوني، لأني والله أستمع لهم بكل أمانة وبكل موضوعية بمشاكلهم، لكن هم كانوا أشبه ما تكون بالأدوات. الآن المحكمة تسأل عن القسم اللي دمروا من أموال الناس، وهو حقيقة الأمر دمر قسم من أموال الناس، وأتفق مع الأخ نضال وأتفق مع المتصلين والمتضررين بأنه دمر قسم من أموال الناس على دين أصحاب الشركات، ولكن في قسم طلع من أيديهم مش عارفين وين طلع، لا هم قالوا لنا ولا حد متبعنا إياه، وهون تكمن إذا أنا هذا حسبته بالسجن، هنا تكمن المفارقة والخلل. شكرا لك. معي اتصال أستاذ فايز، مساء الخير أستاذ فايز. مساء الخير. شو دي النيابة؟ شو دي النيابة؟ تفضل يا سيدي. إسقاط الحق الشخصي. بتمشي عليك وعلى الإخوان. مساء النور، بس تغير لنا مكانك لأنه يبدو بتحكي من جوال، تغير مكانك بس. تفضل. شكرا. معنا الأستاذ سامر حداد، مساء الخير. أستاذ سامر مساء الخير. أستاذ سامر حداد. أيوة. مساء الخير، تفضل معنا أستاذ سامر. تفضل، سامعينك سامعينك. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ حياك أستاذ. الصوت مش كتير واضح عندي، بس إن شاء الله إني صوتي يكون واصلكم بشكل واضح. واصل بشكل ممتاز، تفضل. تمام. أنا يعني حشير بجوز لأكثر من نقطة مفصلية بموضوع قضية البورصات اللي هي بلشت من 5 سنوات. تمام. احنا يعني سجلنا مكتب بشكل اصولي قانوني وتعاملنا مع اللي بنسميهم الماركت ميكر، طلبنا ترخيصهم من انت استاذ سامر، بس انت كنت ماركت ميكر؟ لا انا كنت اي بي.